السلام عليكم. بالتأكيد احتراف اللاعبين في الدوري المصري من اللعيبة المغاربة دي حاجة أكيدة، إن مستوى اللاعب المغربي مستوى كبير ومستوى فني، ودي دليل على التكوين بتاع المغرب. تكوين المغرب أكاديمية محمد السادس، نادي الرحال اللي خرج كتير من اللعيبة اللي متواجدين في الوداد وفتح الرباطي وتكوين الرجاء، يعني لا في عملية تكوين كبيرة في المغرب، وبالتالي في اهتمام بالناشئين باختلاف مصر. مصر بتعاني جدا من قطاعات الناشئين، بتعاني كتير من خروج المواهب، بدليل ان اخر مباراة ما بين المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس، يعني النتيجة لوحدها تتكلم، يعني النتيجة لوحدها تقول الفرق ما بين تكوين اللعيبة. التكوين في المغرب، انا زرت أكاديمية محمد السادس وزرت نادي الرحال، بصراحة حاجة تفرح وحاجة تشرف. فدي طبيعي، طبيعي جدا ان احنا نلاقي لعيبة مغاربة موجودة في الدوري المصري، وانا كنت واحد من الناس اللي رشحت بدر بانون سابقا للنادي الاهلي، وقبل كده ازارو كان في النادي الاهلي برضه، ونجم كان في الزمالك، ما كانش محل في الحظ شوية. أشرف بن شرقي عمل اسم كبير في نادي الزمالك، وده بقى يعني يحيى عطية الله، أنا كنت مرشحه للأهلي من 3 سنين، هو وأيمن حسوني ويحيى جبران وزهير المترجي. فكان لا، في لعيبة عليها الضوء، ولعيبة تكوينها وشخصيتها في قلب الملعب وفي وسط الجماهير ديت، ان انت اللاعب المغربي بيلعب كل مباراة، يعني المحلي، يعني بقول لك اللعيبة اللي موجودة في الدوري المحلي، ماليش دخل باللعيبة المهجر، دي قصة تانية اخرى. يعني اللعيبة اللي خارجة من المغرب، من ارض الوطن، من البطولة الاحترافية، لا لهم شخصية في الملعب. انك تلعب كل 3 ايام قدام 40 50 الف متفرج، دي مش سهلة جدا. وشغف الجماهير كلها، هي جماهير، هي شغف كرة القدم يعني. فلا عندهم شخصية. وجود اشرف داري ويحيى جبران ورضا سليم، مع ان رضا سليم ما قدمش الموسم اللي فات، يعني موسم كويس، الاصابة وعدم برضو الأجواء كبيرة في الأهلي. أتمنى إن نشوف لعيبة مصرية موجودة في الدوري المغربي. صحيح الفوارق المادية ما بين الأهلي وبقية الفرق الأفريقية كبير، شاسع جدا. الأهلي زيه زي بلجيكا، زي هولندا، زي يعني المبالغ متقاربة جدا، والأهلي بيضم لعيبة على مستوى عالي عشان يحافظ على بطولاته. في فرق كبير ما بين لعيب ب50 ألف دولار ولعيب ب1 مليون دولار، يعني قصة صعبة أوي إن أنت تشتري لعيب ب1 مليون دولار أو ب2 مليون دولار، صعب إنك تلاقيها في البطولة المغربية. ولكن إنك تكون سبب في خروج اللعيبة من الدور من الدور من البطولة الاحترافية لأوروبا أو لمصر أو للخليج، دي حاجة كويسة بتخلي الأندية لها عائد مادي. أنت عارف المشاكل الكبيرة اللي بتقابلها الأندية المغربية في الموارد، إن هي عدم التسويق وعدم وجود حد يسوق للنادي أو اسم النادي وشعار النادي وحقوق البث وحقوق، يعني في حاجات كتيرة تخلينا نقف قدامها، بعكس المنتخبات لها أب شرعي.
اللي هو الجامعة المغربية، بسم الله ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج. المنتخبات في خلال ال5 سنوات الأخيرة عاملين طفرة كبيرة، وإن شاء الله الكرة المغربية في تقدم. ولكن اللعيبة متواجدة في الدوري المصري، إن الأهلي بالذات عنده موارد كبيرة. أنا يعني أتمنى إن يبقى الجماهير ما تزعلش، إن دي كورة ودي كورة، يعني جماهير الوداد أو يعني ما يزعلوش، أو الرجاء أو أي حد، إن دي كورة ودي حق شرعي للعيب، ودي قانون الفيفا. اللي بيدفع أكتر أو اللي بيدي عرض أكبر، حتى في الأهلي يعني عم نعم سافر من الأهلي، ودي سبب قدوم أشرف داري، راح لنيس الفرنسي. فهي ديت الكورة، كرة احتراف، واللي معاه موارد واللي معاه الفلوس هي استثمار رياضي. وبالتوفيق لأشرف داري ويحيى عطية الله. وأنا سامع كمان إن في الزمالك هيتعاقد مع لعيب مغربي من الدوري السعودي. فأتمنى إن أي فريق في أي لاعب في الدوري المصري يحقق نجاحات ويظهر الصورة. حتى الشيبي، يعني حتى وليد الرجراجي خدوا كأس، يعني كأس مصر الأسبوع الماضي، ودي أول بطولة للبيراميدز. والشيبي السنة دي واخد أحسن ظهير أيمن في مصر. فبالتوفيق لكل لاعب مغربي على الأرض المصرية، وهي بلدهم التاني، وإن شاء الله يشرفوا الكرة المغربية على الأراضي المصرية.